إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى، فإنه من اتقاه وقاه. خطبة اليوم بعنوان: إتحاف ذوي الألباب بربانية الحجاب. إن الإسلام جاء مكملا لمكارم الأخلاق ومناديا بالبعد عما يثير الغرائز ويحرك الشهوات، وذلك من أجل إصلاح البشرية والسمو بها عن مرحلة البهيمية والفوضى إلى درجة عالية من العفة والطهارة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولأن الغرائز والشهوات الطبيعية جزء أساسي من تكوين الإنسان، فقد عمل الإسلام على ضبطها وتوجيهها التوجيه السليم، فشرع الزواج الوسيلة الوحيدة لإشباع الغرائز والشهوات، وإنشاء الأسرة التي هي النواة للمجتمع الإسلامي، لأن النفس أمارة بالسوء. فقد حرم الإسلام كل ما يمكن أن يؤدي إلى إثارة غرائز الإنسان أو تهييج شهوته. ولهذا جاء الأمر الرباني للمسلمين بأن يغضوا من أبصارهم، وأمر المسلمات بارتداء الحجاب يحفظن به أنفسهن، وحرم عليهن التبرج والسفور ومخالطة الرجال غير المحارم. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن أمر الحجاب في الإسلام عظيم، فقد جاء الأمر الرباني للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يأمر أزواجه وبناته قبل نساء المؤمنين بارتداء الحجاب. قال تعالى:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإذا كان الأمر بالحجاب قد بدأ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن العفيفات الشريفات الطاهرات اللواتي اختارهن الله جل وعلا النبي، فكيف بغيرهن من النساء؟ فكيف ببقية نساء المؤمنين خاصة وبخاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن وصار فيه الدين غريبا؟ من أجل ذلك توعد الله عز وجل المتبرجات المظهرات لزينتهن لغير أزواجهن بالعذاب الأليم يوم القيامة. احذر أيتها المرأة، احذر أيتها الفتاة، احذر عذاب الله عز وجل واحذر سخطه. قد تموتين وأنت تتبرجين وتتزينين، قد تموتين في أي لحظة. استمعي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، نوعان من أهل النار لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لم يكونا في زمانه. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ويدخل في هذا الشرط الذين يضرب الناس بهذه الوسائل المعروفة، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات وعاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن ومميلات لغيرهن عن الحق، رؤوسهن كأسمنة البخت يضعن شعورهن فوق رؤوسهن، كأسمنة البخت الجمال المائلة لا يدخلن الجنة. اسمعي أيتها المرأة، أيتها المرأة التي ترفض الحجاب، اسمعي إلى قول نبيك: لا يدخلن الجنة كل متبرجة ماتت على التبرج ولم تتب في حياتها، لن تدخل الجنة أخطر من هذا، ولن تجد ريحها، يعني لن تشم رائحة الجنة، لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا وعيد شديد في حقك أيتها المرأة، توب إلى الله عز وجل وأقلعي عن التبرج وعودي إلى الله، فوالله لن ينفعك في حياتك وفي آخرتك إلا ما حققته من طاعة لمولاك. التبرج هو أن تظهر المرأة زينتها لغير محارمها، وهو من الأمور المحرمة شرعا في الإسلام، لأن المقصود منه هو إثارة شهوات الرجال من غير الأزواج، فتحدث الفتنة في المجتمع. أما الحجاب فهو نقيض التبرج، الحجاب هو الستر والإخفاء، الحجاب هو العفة والطهارة. فالمتحجبة في أعلى قيمة وأعلى مكانة، لأنها استجابت لنداء ربها وأطاعته، فسيرفع الله شأنها في الدنيا ويرفع شأنها يوم الآخرة. تقتضي فترة الإنسان أن يكون عفيفا طاهرا، ولذلك نجد أن إبليس اللعين عندما أغوى آدم عليه السلام وزوجه بالأكل من الشجرة المحرمة وتم له ما أراد، ماذا وقع لآدم؟
وأمنا حواء ماذا وقع لهما؟ سقطت عنهما ثيابهما وظهرت سوآتهما، فبدأ يجمعان من أوراق الجنة ليغطيان هذه السوءة. بالفطرة يغطي المرء سوءته بالفطرة، فالتي لا تقبل أن تغطي رأسها وأن تغطي جسمها فهذه خالفت الفطرة البشرية التي خلقت من أجلها، وصارت من صنف البهائم وليست من صنف البشر. فالبهائم هم الذين لا يسترون عوراتهم. يقول الله جل وعلا: فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ يا من تتبرج فأنت ضحية للشيطان، وأنت ألعوبة في يد الشيطان وفي يد شياطين الإنس والجن، فبحجابك تتحصنين من شر هؤلاء الذين لا يريدون لك الخير، ولو أرادوا لك الخير لشجعوك على الحجاب. كانت النساء قبل الإسلام وفي عهد الجاهلية يتبرجن ويلبسن الملابس الخفيفة ويمشين في الأسواق ويعرضن أنفسهن على الرجال، ولذلك جاء الأمر من عند الله عز وجل لنساء المسلمين بارتداء الحجاب. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما اليوم فقد تفننت النساء في ابتداع أساليب جديدة من التبرج والصفور، وصارت المصانع الغربية تمد بلاد المسلمين بالملابس الضيقة الشفافة التي تكشف أكثر مما تستر وتزيد من مفاتن النساء، وغمرت هذه المصانع أسواق المسلمين بأنواع المساحق والطلاء والعطور الكثيرة المثيرة للشهوات، وأنواع شتى من الأحذية التي تجعل النساء يتمايلن في مشيتهن ويبالغن في التغنج والدلال. أيها الأب، أيها الزوج، إن لم تأمر أهلك بالحجاب فأعد الجواب عندما تقف بين يدي رب الأرباب ورب الكعبة. ستسأل عن زوجتك المتبرجة، وتسأل عن بنتك المتبرجة. ادعوا أزواجكن وبناتكن فإن الحجاب كله خير، ادعوهن بالتي هي أحسن، قم بالذي عليك، أقم الحج عليهن، تخلص منهن في الدنيا قبل الآخرة، وإلا فوالذي لا إله إلا هو ستسألون. والله سنسأل عن بناتنا وأخواتنا وعن زوجاتنا إن لم ننصحهن بارتداء الحجاب، حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته أمام الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها، وأنت كذلك أيتها الأم إن كنت متحجبة ولا تأمري بناتك بالحجاب ستسألين أمام الله عز وجل، مسؤولية عظيمة الكل يتحمل فيها نصيب، فانظر ما هو نصيبك في هذه المسؤولية. نسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. أيها الأفاضل، لا نستغرب أن تكون هناك حرب ضروس على الحجاب، لأن الحجاب ما وضعه فلان أو علان، وإنما وضعه رب السماء جل في علاه، فرضه من فوق 7 سماوات على النساء. حرب على الحجاب ليست حرب جديدة، بل هي حرب من القديم منذ أن ظهر الحق وأهل الباطل يحاربون الحجاب من أكثر من 100 سنة وهم يحاربون الحجاب. عندما ظهر أحد السفهاء وهو قاسم أمين عليه من الله ما يستحق، نشأ في فرنسا وتربى في فرنسا وصنع في فرنسا، صنعته فرنسا على الشكل الذي تريد وأرسلته إلى مصر وهو مصري، فأصدر كتابا اسمه تحرير المرأة، أثار به زوبعة. سيظل إفك هذا الكتاب في ميزان حسناته، بل في ميزان سيئاته، فما هي بحسنة قدمها للمسلمين؟ كل من تبرج فله نصيب في تبرجه، والحرب لا زالت مستمرة. الغرب الكافر يحارب الحجاب، لا نستغرب هذا، لا نستغرب أن يحارب الغرب حجابنا لأنه كافر، وله الحق أن يفعل في دولته ما يشاء. لكن يحز في القلب أن نرى من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يحاربون الحجاب، يحاربون العفة، يحاربون الطهارة، يحاربون النقاء، يحاربون الصفاء. هذا الذي لا يمكن لمسلم أن يقتنع به، أن ترى إخوانك ربما يقيمون معك الصفوف ومع ذلك يحاربون الحجاب. أقول لكم دائما، والله إن بلدنا من ورائه فتانون يسعون بالليل والنهار لإثارة الفتن، فها نحن اليوم نعيش فتنة الحجاب ومنع الحجاب من المحلات. والله لو منع الحجاب من المحلات سيوزع بالمجان، لأن الحجاب أمر إلهي ليس أمر بشري. أتحارب رب السماء؟ أتحارب دين الله؟ ماذا تريد؟ أتريد مجتمعا نقيا أم مجتمعا متسخا يتبول فيه من شاء من غرب وغيره؟ لماذا يحاربون الحجاب؟ أهذا فعل العقلاء أيها الأحبة؟ والله ما هذا من فعل العقلاء، أصحاب الفكر العلماني الهدام الذين يسعون بالليل والنهار لإفساد المجتمع، لإشباع رغباتهم ونزواتهم. كفاكم كم من متبرجة موجودة وتسعون إلى نزع الحجاب عن المحجبات ومنعه من الأسواق. هل إذا منع الحجاب من السوق سيتوقف الحجاب؟ أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أحب الله إظهار دينه هيأ له من يعارضه. كنت البارحة أقوم بجولة على الإنترنت، والله استغربت من ممثلات مغربيات يستنكرن منع الحجاب من الدكاكين ومن المحلات. لا إله إلا الله، ممثلة تمثل أفلام السفور والمجون والجنس
وسمعتها البائحة تستنكر هذا السلوك، لماذا يمنع الحجاب؟ لماذا؟ لأن الذين يمنعون الحجاب يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريدون التبرج أينما حلوا وارتحلوا، يريدون ضوء الدعارة، يصير المجتمع كذلك للدعارة، لا ترى متحجبة، علما بأن الحجاب في الثقافة الإسلامية هو تربية. هذا الحجاب ليس دخيلا أيها الأحبة. كانت جداتنا وأمهاتنا يرتدين أخطم هذا الحجاب والحيك، ولا ترى منهن إلا عينا واحدة. بعد الحيك يأتي النقاب، يعني الحجاب عندنا متجدر في أصولنا ويجري في دماء نسائنا، ولا يمكن ثم لا يمكن أن يمنع الحجاب بمجرد أن تغلق محلات أو يمنع بيعه في محلات، لا يمكن. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون فتنة لهذا البلد. كان الله في عون مغيبنا، وكان الله في عون ملكنا. والله أيها الأحبة يريدون أن يخلقوا فتنة ونارا وحربا ضروسا في هذا البلد، لأن كل البلاد العربية عاشت مشاكل إلا المغرب حفظه الله جل وعلا. وها هم اليوم يخططون في كل مرة ويخلقون مشكلة لإثارة الفتن. ماذا تريدون في دولة بفضل الله تعالى تمارس فيها الديمقراطية بطريقة لا بأس بها؟ من أرادت أن تتحجب فلتتحجب، ومن أرادت أن تتهتك فلتتهتك. دع اترك لحيتك أو احلق لحيتك، ادخل المسجد أو ادخل إلى غيره. إذا لم تخشى الله فافعل ما شئت. ماذا يريد هؤلاء؟ يريد أن يخلقوا فتنة في هذا البلد المبارك، فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم. نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، فاللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. فمن أراد بهذا البلد خيرا فاللهم عجل له خيرا، ومن أراد به سوءا وأراد به فتنة فاللهم اكفنه بما شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظ نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم احفظهم من كيد الأشرار ومن مخططات الفجار، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم رد نسائنا إلى دينك ردا جميلا، ورد بناتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم واحفظ بهم، اللهم انفع بهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظ شيوخنا واحفظ خالاتنا وأعمامنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد. اللهم احفظه، اللهم احفظه بحفظك يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى كتابك، وردهم إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر من قلت تهم بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عضده بأخيه المولى الرشيد. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا قبل أيام قليلة، ودعنا شابا، وهذه الأيام نودع شيخا حتى تأخذ العبرة وتعلم بأن ملك الموت لا يفرق بين الشباب والشيوخ، وأن تستعد وأن تعد العدة، فقد تموت في أي لحظة
فنسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء الأموات. اللهم ارحمهما رحمة واسعة، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، اللهم أسكنهما فسيح جناتك، اللهم أسكنهما فسيح جناتك، اللهم ارزقهما دارا خيرا من دارهما، وارزقهما أهلا خيرا من أهلهما، اللهم اجعلهما من أهل جنتك يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يصبر ذويهما، اللهم صبر أهلهما وذويهما، وصبر إخوانهما وجيرانهما في هذا المصاب الجلال. نسأل الله تعالى أن يعظم أجركم وأن يغفر لميتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.